الحمد لله عندنا استشهاديين يكفوا ان يخلوا مصر جحيم. السيسي الحرب معاه خسرانه، كل جندي هيفضل مع السيسي اليوم مش هيفضل بكره، يعني اللي معاه اليوم لو فضل معاه بكره هيقتل بكره. واحنا عارفين ان بيننا وبين فتح بيت المقدس والصلاه في القدس قتل السيسي وقتل الجيش المصري وقتل المرتدين وقتل الصليبيين. نصارى مصر، نصارى مصر طول عمرهم والتاريخ ما بينساش الخطوه الاولى في تحرير بيت المقدس هي فتح مصر.